عانيت مع شعبي من ظلم هذا الاحتلال وكذب هذا الاحتلال وافتراء على بلادنا وعلى رأسهم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش. أنا إن شاء الله سنطالب أن يقدم للمحاكمة من خلال تشريع في البرلمان العراقي. نطالب بالولايات المتحدة للاعتذار وتعويض العراقيين، كل أسرة عراقية تضرر منها أحد من الاحتلال، وكذلك محاكمة جورج بوش وكل من ساهم معه كمجرم حرب. لا أستطيع جزم أن موضوع ضرب جورج بوش بالحذاء سيجلب لي أصوات من عدمه، وليس هذه الغاية. أنا الغاية من دخولي إلى البرلمان لدي برنامج انتخابي. الذين ساهموا مع المحتل مع جورج بوش باحتلال العراق منذ 15 سنة إلى الآن لم يقدموا شيء. اتركوا العراق كما خرجت وانطردت القوات الأمريكية المحتلة وضرب جورج بوش بالحذاء وولى، متى تولون أنتم؟ يعني معشعشين بالعراق إلى أبد الأبدين. The agreement lays out a framework for the withdrawal of American forces in Iraq, a withdrawal that is possible because of the success of the surge. جنوده وجنود الولايات المتحدة والمدنيين، فإننا نقترب كثيرا من هذه النهاية. شكرا جزيلا. شكرا.